هذه لجنة الطعن ولجنة التعديل. هذه أنا تفضل. المهم تاعهم الدور الاختصاص تاعهم. هاو عندك تم الطعن. التعديل تاع مثلا الجوازات عندهم شكون راح يديروا الاجتماعات يديروا تعديل ولخاك وإذا من الظلم يدير طعن يروح للجنة الأخرى. كل ما يخص الأعضاء وإذا الأعضاء الجمعية وإذا هما اللجنة هي المسؤولة. اللجنة هي المسؤولة. كلش هذا من اجل اجتناب ان اي لاعب يذهب مباشره للجهات الوصيه، فقط ان تبقى لجنه للنادي هي التي تمثل النادي وهي التي تفصل في حلول داخليه ثم ترفع الى الجهات الوصيه، عوض ان اللاعب يروح مباشره للجهات الوصيه. هذه الفوضى اللي كانت عايشه فيها الانديه الهاويه، كي اللجنه هي التي تضبط وهي التي تنقل هذا اللاعب. وهذه اللجنه هذه اللجنه تشكل خارج الجمعيه العامه، معناها الناس هذوم الكوف هذوم. لا داخل الجمعيه العامه ويمكن موكو جمعيه عامه ما بهاش الكفاءات، هي يجيبوها يجيبوها. نطرحوا لجنه الطعن. لجنه الطعن نشكلوها من ثلاثه بالموافقه تاع الجمعيه العامه. عندنا الاخ مصطفى عليات، سفيان لازنك، قدوري سليمان. لجنة الطعن اللي راه معارض موافق يرفع يده، واللي معارض لجنة الطعن نشكلوها من ثلاثة هما السادة حضور عليات مصطفى، قدوري سليمان، وسفيان لازنك. وقف سفيان، مصطفى عليات، قدوري سليمان. هذا اقتراح. تحبوا تعارضوا، تقبوا عليه، تعارضوا معليه، شكلوا انتم زيدوا وافقوا عليه برك، بكل شفافيه. ما عندنا حتى حاجه اللي راها مكتوبه ومخطه ولا هذوك ما يعجبوهمش، يزيدوا يعاودوا شكلوا ثلاثه وزيدوا وافقوا عليه. هذه هي الجمعيه العامه. حنايا الجمعيه العامه هذا انا راني ما درتهمش هذوم ولا بيت في اللي نخمم، هذا مصطفى معايا، هذاك مش معايا، الاخر يمشي معايا، خاطئ. الجمعيه العامه هي السيده، حنا هذا اقتراح. كما عجبكمش هما ثلاثه، انتوما تقترحوا ثلاثه اخرين وتوافقوا عليه وما عجبكمش زيدوا اقترحوا ثلاثه. نطيح في النصاب هذوم اللجنه، هذا الفريق مش تاعي انايا، تاع عمل البلدي سيدي خالد. انا اقترحت مصطفى عليا، تفضل وقف. والسيد سفيان لازنك، باش نشوفوكم برك. وسقدوا سليمان. تفضل يا مسلمين. وقف شوف 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 شوف. هذه اللجنة هذه يجتمعوا في ثلاثة ويختاروا الرئيس، كاين رئيس وزوج، وعندهم الحق في ثلاثة، عندهم في العضوية وعندهم في جميع الجمعية العامة، عنده الحق في جميع المجالات. وهذا السادة هذوم باش ما عندهم حق أخرى باه ينتخبوا، يعين انتخاب ولا ما عنده، مش كيما القانون اللي فات تخيل لجنة الطعون ما عندكش حق بها تعود رئيس ولا ما عندكش حق، عندك الحق بها تكون رئيس وترشح وعندك جميع الصلاحيات موافقة الجمعية العامة. لجنة التأديب عندنا الأخ حدادي قويدة، خويا خاطي بزيوسين أخ خاطي كربوع محمد. زهير عبد الجواد، لجنة التأديب زهير عبد الجواد، سليمان عمر، وعيدي غربي. هام ثلاثة معضاكم راسيين الموافقة عليهم. هذه لجنة التأديب. عندنا ممثل المناصرين، ممثل لجنة الأنصار مداس بوزيد. ها هو راه مداس بوزيد، رفع الايدي. لا
الموافقه الموافقه على جماعه اسمحوا لنا باش نكملوا النقاش تاعنا ومن بعد الموافقه على النظام التاديبي كل برفع اليدي. تمت المسابقه على النظام التاديبي مقدم من وزاره الشباب والرياضه واللي فيه هذه البنود لجنه الطعن ولجنه التاديب ممثل لجنه الانصار. الان مروا الاشكال هذا اللي راه قايم على مستوى بلدة سيدي خالد اللي راه من اوت ولا من جويليه هو ياخذ المراحل تاعو حتى عاد مراحل بدون هذا الجدال وهذا النقاشات وهذه المشاكل بدون ما تلاقينا ولا هدرنا. راه قاعد يديه حديث تاع كيوسكات وقالوا وجابوا انا ما شفت انا ما قالوا لي ما قلت لهم ما عيطت لهم ما عيطوا لي حديث تاع شارع قالوا ديروا ذاك والاخر وسنيوا ذيك وذيك وذيك. دوك نطرحوا الاشكال وبالجمعيه العامه وبالحضور تفاهموا على الشيء كل ما عندنا حتى حاجه ما عندي حتى غرض مع شخص ولا دي نقصي شخص ولا عندي حساب مع شخص ولا رونكين ما عنديش انا الحمد لله. وانما كاين حوايج كما قال كابتن عالم المسؤول كاين قوانين كاين اطر خلينا كاين الناس خدمت في لابياسكا والناس قدمت وجاهدت بصح انه هذاك اللي قدم وجاهد ولعب وسير فريق راه ما يمنعش انه ما يعوش من بعد عضو مؤسس. راه مش اي واحد لعب وجرى وقدم ووكل وراه عضو مؤسس وراه عنده الحق. كاين ناس قدمت ولعبت مش عيب قانون برك راه قانون راه كي قلت العضو مش مؤسس رانا ما حيدنالوش تاريخهم التاريخ تاعو راه محفوظ. يجي واحد يمحي تاريخ لامين دريسي ولا عمري محمد ولا بريش عبد الحفيظ ولا سلامين عمر ما يمحيش نمحي هنا نمحي قب كلمه التاريخ تاعو محفوظ محفوظ. هذا مشاعر النادي لعب وماركا ووكل وسلف وكلاوه في دراهم بصح كاين اللي يربط هنا بيننا وبين الاداره كاين قوانين ما نمشوش بالعاطفه. كان عنده شوف العاطفه راه سيدي خالد وكل اعضاء المؤسسين وكل والله ما يسعى واحد مش عضو مؤسس من لاعب في الاصغر حتى الاكابر وسيروا ووكلوا كلش بصح كاين اطر والحمد لله الاطر هذه هنايا دوك نتناقشوا فيها مع الكابتن عامر المنصور ونحضروا القانون الاساسي القديم والقانون الاساسي الجديد. وحنا كي ما عيطناش شاريينها لهم حنا ما عيطناهمش من شاريينها لهم واقسم بالله العظيم ثلاثا ماني شاريها لواحد وانما عندنا اوراق وعندنا قوانين وعندنا نظام نعيطوا بالنظام ونعيطوا بالقوانين. ما عندنا مشكل مع حتى شخص. لو كان نبداو في النقاش على الجمعيه العامه